يا 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 ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم فز وط البيز يا ولد وعلي لي البيت سمعني صوت عيال وسقفه وحبه زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما زكاه على بمكير اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير كوكتيل خطير كوكتيل خطير رضعت في طفولتي من الناقه مش بودره وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير او كان كبير او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان علامة جاهل او خريج فرير يطيع الكبير يا تكون محدود في بطن بير Objection. 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 Yeah. I really love this country like a fat kid loves the cake And I'll be then your older, please just give yourself a break You can't even battle me one-on-one, Mr. Fake My rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع نوي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع, ما ينفع. جزرة وقطمها جحش يا ويل خلص بقى هدايا بطلي عياط كمان بليز هي دي اخرتها يتجوز عناي بعد كل اللي عملته معاه هي دي اخرة خدمتي ليه والله يا هدايا الكبير معذور برضه جوني هتقول ايه سوري هي هدايا دي كانت مخلياه عايز حاجه انا والله مش قصدي هدايا انا قصدي التشيك الثانيه قصدك ايه يا جوني خلاص I'll zip my mouth good for you انا خابره انها حلوه وغندوره وتلمح ايها راجل بس مش هي دي المشكله انا مشكلتي اني لسه بحبه وما استحملش اشوف حد مشاركني فيه بجد انت سو كيوت يا هديه ربنا يستر عرضك بقول لك ايه لو ما كانش فيها رزاله يعني ممكن اقعد احداك لحد الصبح عشان ما ينفعش اروح دار ابوي دلوقتي في نصاص الليالي كده Are you crazy هتروحي تو يور داد تعملي عنده ايه اصلا ممكن تفهميني امال يعني اقعد هنا وشي في وشي اللي ما تتسمى شي ايوه طبعا تقعدي تقعدي وترخمي وتغتتي لحد ما تطفشيها او تزهقي كبير لا انا ما اقعدش ابدا وليا ضره في البيت لا يا هديه الست الشاطره هي اللي تخلي جوزها قاعد جنبها مش تخلي اي واحده كده تيجي تاخده من جنبها وتمشي ماشي هي 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 بالراحه راحه فين هرخم وغتت لحد ما اطفش العقربه دي أشلي نايس قوي اللي انت قلتي الهدية ده انا عمري ما كنت اتصور انك ممكن تفكري بالطريقه دي ما انا كان لازم اقول لها كده يا جماعه ما انتوا عارفين ما بعرفش انام وحد جنبي مساء الخير يا كبير مساء الشيكليطه ده انت الجلابيه هتاكل منك حته ميرسي تفضلي ميرسي تسلم يدك كل دي يا كبير هتعجبك قوي الكبير ما بيحبش الصدر الكبير بيحب الورك
الورك برضك يعني حلو يعني. ما انتوا عملتوش رقاقي الارض ولا ايه؟ ما هو قدامك اهو يا كبير. لا يا كبير ما تاكلش من دي، دي كلها كوليسترول وممكن تضر بصحتك. ما هو بياكل منه طول عمره زي الحصان قدامك اهو. كل يا كبير بلا كوليسترول بلا هم. مساء الخير. مساء الربراب على نفوخك. ايه اللي جابه دي؟ مساء النور يا سجوني. نيكول جاهزه؟ الحفله خلاص قربت. حفله ايه يا حلتها؟ انت عاوز مرات اخوك تغني ولا يعني ايه؟ في اتفاق ماضيين كونتراكت. الكونتراكت دي هتبله وتمسح بيه لمؤاخذه قفاك. ولا انت ايه قولك؟ اللي تشوفه يا كبير. كام داون جوني، العصبيه مش كويسه عشانك. ما تهدى بقى، خلينا نعرف نفكر كويس. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا معلم، الحفله هتتعامل في ميعادها. هاو كام الكبير مسيطر عليها جدي، والغريب ان انا ماشي ورا كلامه. جوني احنا ماضيين عقد، يعني في شرط جزائي ومحاكم وقضايا. بقولك ايه، انا هكلم مدير اعمالها عشان يتصرف معاها. ملناش فيه بقى، الحفله هتتعمل في ميعادها يعني هتتعمل في ميعادها. كنت عايز تدردش معايا في ايه بقى يا طبيب؟ كنت عايز اسالك انت ليه اتضايقت لما عرفت ان حنان هتشتغل معاك. They always seem really great because there's never. ونبقى في الصين حيث احتفل السكان في مناطق مختلفة بعيد سنوات. ايه الدلع ده؟ فشار جبتيه منين دي؟ ده احنا ما بنشوفوش غير في الموالد، هو واللذيذة. شو يعني لذيذة؟ دي حلويات صعيدية عندنا هنا، لونها برتقاني وقد قالب طوبك ده، تندقيها تلزق في سقف البق. بقى اجيب لك منين؟ ما فهمت شيء، بسيطة. جبت لك معي فيلم كثير حلو نتفرج عليه سوا. فيلم ايه ده؟ هيدا فيلم رومانسي اسمه سويت نوفمبر، شفته قبل؟ ده بتاع سيلفستر ستالوني. لك لا، شو سيلفستر؟ هذا اللي كيانو ريفز وشارلي ستيرون. كيانو ريفز؟ ده بتاع ماتريكس. والفيلم ده حلو على كده؟ حلو بس اخره حزين شوي. اموت في الحزن، اديني في الحزن. شكلنا مش هنقعد براحتنا في الدوار النهارده. بكره الصبح اول ما نصحى من النوم هفسحك فسيحه زينه قوي. هنطلع من اول النهار ما نعودوش الا اخره. انا بدخلها الشويري معنا. ايه هتقعدوا تتودودوا كده الليل كله؟ يلا اطلعوا على فوق، عندنا شغل كتير. ما تدودودودش، عم بظبط. يا حبيبي اهدى علينا شوي، لشو كل العصبيه؟ روجيه انت مش مقدر حجم المشكله. انا بقيت النيو عمده، ما ينفعش اول حاجه اوعد بيها اهل الكونتري بتاعتي تفكس كده. ده غير ان احنا عملنا ساوند سيستم وعزمنا اهل البلد كلهم. شوف لي اي حل تاني غير ان الحكايه دي تفكس. شوف لي اي حل. لك خي روق. يعني ايه؟ يعني الصبيه ما بدها تغني. خي اعتبرها تعبانه مرضاني اي شيء. مرضانه ازاي؟ ما هي قاعده زي القرده قدامك اهي. خلي بالك احنا ماضيين عقد، والعقد فيه شرط جزائي. لو الحفله ما اتعملتش هتدفعوا الشرط الجزائي. شرط جزائي شو حبيبي؟ كنتراتو جايبي ما في شيء. معقوله يا روزي ما شربتش حاجه لغايه دلوقتي؟ او ما اجيب لك بقى حاجه تشرب. ايه ده؟ ايه؟ تصدق فعلا ما فيهوش شرط جزائي؟ انت هتستعبط يلا؟ انت عايز تقول انك مضيت العقد من غير ما تقراه؟ ما هو ما في شرط جزائي، الصبيه جاي تغني كومبليمون يعني من غير مصاري. وما بدها تغني. غني لك انا؟ اوفو فو 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 فو. ما حلو؟ حلو حلو، شوف لي حل في موضوع نيكول بقى. اخي حل من وين؟ شو اعمل حل؟ اقول لك شيء؟ بطلع برقص. يا عم انت ليه حاشر نفسك في الموضوع؟ انت فاكر نفسك في ستار اكاديمي هنا؟ فوق يا روجيه فوق. نيكول لو اتجوزت الجحش ده احلامك في الرقص والغنى هتطير. هتشتغل اوراداتي. اشوفك بقى في ناشونال جيوغرافيك. وان بريك ماي هارت Say you love me again. What, I'm very good.
فين الخلقات؟ يا هدية! إيه! فين الخلقات؟ في الغسيل. كل الخلقات؟ آه كلها في الغسيل. ليه؟ أصلي لقيت عدة في الدولاب. وحتنشف ميتة. العدة؟ الخلقات يا كوميديا! آه قدامك البكرة الصبح يا من يعيش. امشي نجري هاتي لي أي جلبية ولا أي ربراب ألبسه. ما فيش. واه يعني عزالي تدلع الدوارك ده كيف رقاص البلية؟ خلقاتك كلها يا على الحبل يا في الغسالة. قد قلبي بالعدة في الدلاب عن هزرو خميرة عقلنا. ايه ده؟ ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ قصدك ايه اللي مقلعني؟ البت هدية الله يجازيها غسلت كل الخلقات. يعني ايه؟ طب وحتنزل بايه وانت خارج؟ والله ما باينش فيها نزول النهارده. لا بقى، انت وعدتني ان احنا هنخرج. والله على عيني على عيني. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عندي فكره. ايه رايك لو تستلف هدوم من اخوك جوني؟ باه استحاله، ده انا اتدرس في البلد، ده انا عندي البس غزيه وامسك صدات احسن لي. ليه يعني؟ انا مش فاهم، ده حتى جوني لبسه ستايلش جدا. بتسمي لبس الخنافس ده ستايلش؟ مالها الجلابية؟ الواحد من يوم ما انسلت من بطن امه وهو لابس جلابية تديك هيبة. يعني ايه؟ عايز تفهمني ان احنا يوم خطوبتنا هتلبس جلابية؟ لا طبعا. انا هلبس فوقيها عباية صوف انجليزي معتبرة. جلابية ايه ولا عباية ايه بس؟ طبعا مش هينفع. انت مش عارف ان اليوم ده هيبقى مليان صحفيين ونجوم؟ دي صورنا هتنزل في كل الجرايد. انت هتلبس بدلة وبراند كمان. لا بدلتي ما تعودتش على كده. طب ولو قلت لك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يعني؟ يعني عشان خاطرك البس مليون. بجد يا كبير؟ ما كنتش عارف ان انا خاطري عندك كبير قوي كده. ده مش خاطرك بس اللي كبير، ده كمان ايه يا كبير اللي مقعدك في السكه كده بغياراتك الداخليه؟ البجاحه البجاحة هي اللي مقعداني هنا وكده. شوفي أنا أروح أدعبس في الخلقات، أول ما ألقى حاجة نشفت هلبسها وتلك طوالي. وإن بيرك ما يهر سي ولو مي أجيب أن بيرك ما يهر سي ولو مي أجيب. خلاص محدش هيحترمني في الكونتري دي تاني خالص. أقول لهم إيه؟ أقول لهم عملت لكم حفلة بمناسبة إن بقيت النيو عمدة والمطربة حلقت لي؟ فعلاً يا جوني، منظرك بقى زبالة. يا ريتني كنت جبت إلتون جون ولا جاي زي. خلاص بقى يا جوني اللي حصل حصل. خلينا دلوقتي نفكر هنقول إيه لأهل البلد. طب ما تيجي نصالحهم، نعزمهم على مارشميلو، دوناتس، أي سويتس. أهل البلد مقدور عليهم، المشكلة في الناس التانيين. ناس تانيين؟ الناس اللي حوالين البلدان اللي حوالينا. يعني ايه مش فاهم؟ انت عملت ايه يا توماس؟ معلم انا ما عملتش اي حاجه، انا عزمت اهل البلد وطبعت كام تذكره كده بعتهم لاربع بلدان حوالينا. سن اوف او ماي جاد. ما جوني انا ما كنتش اعرف، يعني انا كنت ايش عرفني انها هتروح تتجوز الكبير وتحب وتغلنا الحفل. بليز ما تعملش حاجه تانية غير ما ترجع لي. اوكي جات لي بقى حاجه. شرع يا بنت يا هدية. ايه عاوزك تعملي لي فنجان قهوة زين وش تقيل ما يتشالش إلا بسكينة معجون. ماشي. أنا مين؟ يا لهوة بالي. هو الصوت الحلو ده الحنين ده يبقى صوت مين يعني؟ فزاع الجحش ولا عم جابر؟ اكيد صوت ست الحسن والجمال. طب بص بقى، زي ما انا دورت عليك ولقيتك عايزاك انت كمان تدور عليا وتلاقيني. غماية يعني؟ شو يعني؟ عسكر وحرامية؟ مش فاهمة. اقول لها ايه دي؟ هيدا نسيك. يلا
أنا فين؟ أنا هنا أنا هنا. حق في شك. لا لا. حق في شك جمال. ما تقدرش هنا هنا. هنا 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 هنا. هتروحي مني فين؟ تعالى بس. أنا ما وريش حاجة غير. أنا هنا يا كبير. يا كبير بلا صغير. تعالى. قفشتك. قفشتك. القهوة يا كبير. ما تشيل اللي انت حطه على عينيك ده. صدقك ده احسن. بدل اللي اجلسيه وصلت يا كبير. عن جد عم تحكي؟ فرجيني فرجيني. وريني اللي قماشك ده. امر جنابي. لمين البدلة دي؟ دي للكبير عشان يوم خطوبتنا. فرجيني لك شو حلو. فرجيني. يا دلهانة هتلبس بدلة؟ امال هلبس بوكسر. لا هو لسه يا ما حنشوفه كمان. امسكي هات غرب الوش السعادة. قصدك ايه يا بت؟ قصدي ان السنيورة دي مغمياك وسايقاك وراها لحد ما تكنفلك على وشك. انت اتجنيتي يا هديه؟ ما انت ما شايفش لما تعمله يا كبير. انت مالك اعمل ايه؟ ولا عشان سكت لك هتسوقي فيها؟ فوقي يا هديه واسمعيني زين. عاوزه تقعدي هنا بكرامتك ما اسمعش حسك واصل. ولو فتحتي خشمك هاكلك الجزمه القديمه. يا ست الناس يعني خلاص ما فيش فايدة. طيب راجعي نفسك. خد يا فزع الشريط ده اديه للكبير لما يصحى وروح انت على العربية وانا جاية وراك. من جنابك. هدية هدية انت رايحة فين يا هدية؟ وايش الشنطة دي؟ ماشية وسايبهولك. اشبعي بيه. عجبك قوي يا اختي؟ ده انت لسه ما تعرفيش حاجه عن الكبير. انت سمعتيه وهو بيشخر كانك نايمه وجنبك وابور زلط. ده انت حتى تخافي تمسكي شراب من شرباته بعد ما يقلح. طب جربك ده تعملي حاجه غلط وانت تلقي كف ينزل على وشك الجميل ده يعمل لك نيو لوك. ولا اجدع حدا دكتور تجميل يعدل وشك تاني ولا حتى المقاولين العرب يعرفوا يعدلوه. وانا عن نفسي سايبهولك. ما هو قالوا لنا زمان الراجل اللي يخون شدي عليه السفون. Life is like.
انت هدي ست الناس هملت لك الدار وسابت لك الامانه دي. اهدى شريط يا كبير. اخطب من وش يا غبي. عزيزي الكبير، عندما تستمع إلى هذه الرسالة سأكون أنا في الميكروباص في طريقي إلى دار أبوي. أما بخصوص موضوع جوازك من السنيورة فأنا أتمنى من كل قلبي لراجلي اللي كان جوزي إنها تطربق على دماغك ودماغها. روح، أنا فيتك للغزية تسلت منك هيبتك وتقلعك الجلبية وتلبسك البنطلون والقميص وتخليك تسبسب شعرك وتعمل قصة، ولا انت اصلا ما عندك شعر، وتبقى جوز الست. وختاما بهدي لك الاغنية دي. نيكول، انا يعني كنت عايز اقول لك على حاجه. بصراحه انا كمان بدي اقول لك شيء. يبقى قولي انت الاول، ليديز فيرست معروفه. ما بعرف شو بدي اشرح لك اياها، بس لقيت انه ما راح اعرف اتكيف على الحياه هون. عندك حق، بلدنا حر على الاخر. انا عملت حسابي بعد جبت تكييف 4 حصان. انت مش فاهم قصدي. انا قصدي اقول ان انا مش هعرف اعيش في البلد هنا، وبصراحه ما اقدرش اخد راجل من مراته. وانا كمان ما اقدرش اخد راجل من مراته، اقصد اقول ما اقدرش اسيب هديه. هي صحيح جاموسه بس بنت حلال وعشره عمر. معلش يا كبير، اللي عملته هديه ده عشان بتحبك. انت طيبه قوي يا نيكول، يعني بتدافع عنيها بعد كل اللي عملته معاكي. صدقني ده طبيعي، انا لو كنت مكانها او اي ست في الدنيا كانت مكانها كانت برضه هتعمل كده واكتر كمان. تعرفي اليومين اللي عشناهم سوا دول مش ممكن انساهم. وانا كمان اثروا فيا قوي. كنت عايزه بس استاذنك ان انا اغني في الحفله. حرام يعني الناس اللي احنا وعدناهم. ليه؟ دوت. وادو يلا بقى. خلي بالك على نفسك. ها اوكي نيكول، ممكن طلب صغير قد كده؟ تعالي هدية خش. شوف جبت لك مين. نورت بيتك يا هدية. اكده تفوتيني الحالة في الدار. ما انت عارفة اني ما اقدرش اعيش من غيرك. انت اللي فوتني الاول. خلاص بقى يا هدية، ما انا قلتلك انه كان متضايق من اللي عمله معاكي، بعدين هو اللي بعتني اجيبك عشان يصالحك. هدية ما تبقيش غدية تمال، ما نتعاتبوا قدام الناس ولا ايه؟ ما تاجي ما تاجي نتعاتبوا فوق، نقفل الباب علينا في الأوضة لوحدينا ونتعاتبوا. ماشي. اهو كده بقى انا اطمنت ان انتوا رجعتوا لبعض. يلا يا هدية
خدي جوزك واطلعي فوق. انا متشكره قوي يعني كول تقوليش كده. وانا متشكر قوي يعني كول. يلا 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 يا بقره. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا؟ مش يلا نجهز الحفلة فاضل لها 3 ساعات؟ مظبوط، هطلع أجهز حالا. نيكول استني. منيح إنك موجودة عشان تعرفي شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير شو في؟ أنا ماشي بالسيارة لقيت الأستاذ بيبيع تذاكر وإحنا عاملين الحفلة كومبليمون. أنت؟ أنت بتسرقني؟ أنت ما طلعتش أهبل. أنت طلعت مخادع. لا أنا أهبل. أنت نمس. أهبل. أنت؟ انت يا هدرس انت تعمل كده في اي ليه؟ معلش يا جماعه سوري الغلطه دي عندنا احنا. انا هتصرف معاك يا حيوان. انا اللي هتصرف معاه. انا راح احبسه. لا والله العظيم انا ما عملت حاجه. ده سي توماس. سي توماس هو اللي اداني التذاكر وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟ او ماي جاد حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد ليه؟ 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 انت ترجع بلدك حالا. انا اللي هرجع بلدي وحالا. لا 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 بليز بليز نيكول دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي، انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد، انما انت ما تضحكش عليا. روجيه عيوني قول للعالم يدب اغراضه لانه هلا انا بدي اسافر. يلا نيكول. او ماي جاد لعب عيلتا ولا ايه؟ لعلمك بقى أنا عندي فكرة ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني أشلي حتى أنت هدرس